طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من الموقع بوست يتساءل: مساع دولية للحوار مع الحوثيين في اليمن، هل ستقلل من فرص الحسم العسكري؟ ومن يمن مونيتور، وزير الخارجية البريطاني: اليمن القضية رقم واحد لسياسة بريطانيا الخارجية في الشرق الأوسط. شبكة أمريكية: صواريخ الحوثيين الباليستية تشكل خطراً على حلفاء أمريكا في المنطقة. ومن أخبار القدس المنوعة: صحفية تخضع لمحاكمة لأن مشيتها لم تعجب وكيل نيابة. أهلا بكم. تواصل قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات بحسب موقع المصدر أونلاين منع العشرات من المسافرين عبور النقاط الأمنية والوصول إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة. وقال أحد المسافرين للمصدر أونلاين إن العشرات من المحتجزين في نقاط الحزام الأمني ولا يسمح لهم بالمرور إلا بعد إجراءات تفتيش دقيقة ناهيكة عن الاستفزازات من قبل الجنود والتي تعتقل أو تتعلق بالمناطقية. وأضاف أن الموقوفين هم مواطنون من المحافظات الشمالية. الصحفي والمصور عبد الناصر الصديق كان من ضمن المسافرين، قال إنه اضطر للوقوف عند أحد الحواجز الأمنية قرابة 8 ساعات كاملة، ومن ضمن الموقوفين مسؤول محلي في محافظة تعز. أشار أيضا في تدوينات على صفحته بالفيسبوك إلى أن جنود الحزام الأمني لم يسمحوا له بالمرور إلا بعد إجراءات اتصالات بقادة أمنيين ومسؤولين محليين للتوسط. وصف الوضع في الحاجز الأمني عند نقطة الحديدة، قال: ما يحصل موجع فوق ما كنا نتخيل. رأيت امتهانا لأبناء تعز اليوم لا يشبه امتهانهم في معبر الدحي بشيء، ويفوق كل كلمات الذل والظلم والقهر وامتهان البشر. أحمد محمود السلامي كتب في موقع الأحرار نت مقالا بعنوان: أيها الجنوبيون، فرصتكم الأخيرة الاصطفاف مع الشرعية. وجاء في المقال: أضعتم الفرصة أكثر من مرة، لم تلتقطوا اللحظات التاريخية وتوظفوها لصالح القضية الجنوبية. نصبتم العداء والقطيعة للرئيس الشرعي هادي وحكومته تماما مثل ما فعل الحوثيون وصالح. هدرتم 10 سنين في الحشود والمهرجانات والضجيج الإعلامي، تعيشون الفرح قبل الانتصار وحلحلة القضية. قدمت لكم الفرصة في مؤتمر الحوار الوطني ولم تلتقطوها، وقدمت لكم الفرصة الكبرى بعد تحرير عدن والمحافظات الجنوبية ولم تستغلوها لمصلحة قضية الجنوب. متى ستصبحون واقعيين تخططون وتعملون وفق قراءة حقيقية للواقع بدون شطحات أو تشنج أو تمترس؟ اليوم تتغير كل التحالفات في اليمن والمنطقة، وتتبدل مراكز القوى، وتتغير معها مصالح ومواقف الدول. ماذا أنتم فاعلون تجاه هذه المتغيرات؟ عليكم أن تعيدوا التفكير في تحالفاتكم لصالح قضية الجنوب ومظالمه. أخرجوا أنفسكم من مثلث الرفض ومحاربة الحكومة الشرعية، وكفوا عن عرقلة مهامها ونشاطها في عدن. الآن ليس وقت المناكفة والمزايدة والشكوى والبكاء. سارعوا إلى الاصطفاف خلف الرئيس، فإن موازين القوى تتغير بسرعة كبيرة. ستفقدون تحالفكم غير الرسمي الوحيد الذي تعتبرونه طوق النجاة للأسف. مساع دولية للحوار مع الحوثيين في اليمن، هل ستقلل من فرص الحسم العسكري؟ تساؤل طرحه موقع الموقع بوست فيه بعد انقضاء تحالف الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح ولجوء الميليشيات للعنف، فضلا عن عدم امتثالها للقرارات الأممية. يكثف المجتمع الدولي مساعيه لفتح صفحة من الحوار مع الميليشيات. وقالت مصادر سياسية يمنية أن الأمم المتحدة سترسل خلال أيام نائب مبعوثها الخاص لليمن معين شريم للقاء قيادات الحوثيين في صنعاء للحديث حول خطة سلام تتضمن مشاركة الجماعة في حكومة وحدة وطنية مقابل تسليم أسلحتها الباليستية إلى طرف محايد. وفي حين لم تؤكد ميليشيات الحوثي تلك الزيارة إلا أن مسؤولا فيها أبدى ترحيب جماعته بأي جهود من شأنها وقف ما وصفه بالعدوان والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للأزمة.
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دعت مختلف الأطراف في أعقاب مقتل صالح بنيران الحوثيين إلى اللقاء أو إلقاء السلاح والانخراط في مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، بينما يتمسك الحوثيون بوقف شامل للعمليات العسكرية للتحالف. فيما تصر الحكومة الشرعية على وجوب انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم أسلحتهم الثقيلة للدولة قبل الدخول في مشاورات تقسيم مؤقت للسلطة أو تقاسم مؤقت للسلطة. وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قال وبحسب موقع يمن مونيتور أن الأزمة الإنسانية في اليمن تقع على رأس أولوياته في منطقة الشرق الأوسط. جذلك في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية التي أشارت إلى أن جونسون يسعى لإثبات أنه سياسي ودبلوماسي محنك بعيد عن أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال جونسون أن القضية رقم واحد هي العمل على تحقيق انفراجه في اليمن، حيث أدى الحصار المفروض على الحصار المفروض من السعودية إلى كارثة إنسانية مروعة. وأضاف جونسون الشعب البريطاني يريد بأن نصعد على مسرح الأحداث في اليمن لتحقيق انفراجه في الأزمة الإنسانية. نطالع من موقع الصحوة نت مقالا للكاتب علي أحمد العمراني بعنوان بيحان منتصرة ومتميزة، ويقول فيه الكاتب: يتميز نصر بيحان بأنه يمني وحدوي يرفع فيه علم اليمن الواحد، ويردد المنتصرون الشعار الخالد بالروح والدم نفديك يا يمن. سمعت العزيز اللواء مفرح بحيبح المرادي قائد محور بيحان يقول: لا نحاسب على الماضي. ويقول الشيء ذاته زميله الكليبي المصعبي البيحاني الذي عاشت أسرته في منطقتنا الملاجم والوهبية إبان عهد التشطير سنين طويلة. بيحان تضم في جنباتها الكثير من العائلات والقبائل ومنهم الأشراف، الذي ظل كبيرهم قبل الاستقلال الشريف حسين يناصب بيت حميد الدين العداء، وفي سبيل ذلك تحالف مع بريطانيا وخاض حروبا مع أئمة صنعاء. في الوقت الذي تنتصر بيحان لكل اليمن، ويرفع أبناء بيحان علم اليمن ويحي اليمن الواحد، يمارس آخرون يفترض أنهم من أهلنا أيضا قطع الطريق بالقرب من عدن على شمالينا ومنعهم من دخول عدن. دائما نقول إن التطرف قيمة كما هو التسامح وكما هي الكراهية، فإذا ذقت اليوم ذرعا بابن عمك البعيد فسيكون الدور غدا على أخيك القريب، خسارة في من كنا نظنهم أكبر من هذا. اعتقدت الأمر معقدا وأنا أسير بشوارع صنعاء وعدن، ولكني تفاجأت. هذا ما قاله البرلماني الألماني ونقلته صحيفة الأيام، والذي دعا إلى حوار وطني يمني بعيدا عن المجتمع الدولي الذي طالبهم بعدم التدخل، فالحل ممكن باليمنيين أنفسهم. البرلماني الألماني السابق الدكتور يورغن دوتون هوفر قال: الحوار وطني دون تدخل من قوى أخرى في المنطقة وفي العالم سيؤدي إلى حل ربما لن يكون ذلك سهلا ولكنه ممكن. وقال يورغن متحدثا عن صنعاء في مقابلة مع قناة الجزيرة: أعرف اليمن وكنت في صنعاء قبل 8 سنوات أو 9 سنوات، لا أعرف بالضبط، أحب ذلك البلد العربي والبلدان العربية. وأضاف قائلا: فوجئت بأن مدينة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون هادئة تماما، كنت أعتقد أن الأمر سيكون معقدا وأنه لن يمكننا السير بشوارعها، وكذلك الأمر في عدن. وزارة الثقافة تصدر الكتاب الثالث من مشروعها 100 كتاب عنوان لصحيفة 26 سبتمبر، حيث أصدرت وزارة الثقافة الكتاب الثالث من مشروعها 100 كتاب، والتي تعمل على إصدارها لرفض المكتبة اليمنية بعناوين هامة في مجالات مختلفة. الكتاب الثالث حمل عنوان حكاية النساء في اليمن، والتي عبرت من خلاله الطبيبة كولدي فيان عن حنين المرأة اليمنية لاكتساب المعرفة ورغبتها في الخروج إلى الحياة بعد زوال العهد البائد الذي كان ينظر إلى المرأة باحتقار. وسبق الكتاب الثالث في مشروع الوزارة كتابان، حمل الأول عنوان أبو بكر القيسي رائد مسرح الطفل في اليمن، والثاني بعنوان
نظرة في تطور المجتمع اليمني للمؤرخ سلطان أحمد عمر، تناول فيه تطور المجتمع اليمني من مرحلة النظام العبودي القديم مرورا بمرحلة النظام الإقطاعي وحتى التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الحديثة والمعاصرة. بعد الفاصل سنتابع أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، كونوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. التوازن الجديد للقوة في اليمن، من يكسب الرهان؟ تساؤل طرحه الكاتب توفيق الجند في صحيفة العرب الجديد. فالتوازنات القائمة في اليمن كما يرى لا تسمح اليوم لطرف واحد في الصراع بتحقيق حسم عسكري، وإذا لم تنشأ تحالفات جديدة تغير المعادلة فإن الحرب ستطول وسيفقد الجميع القدرة على السيطرة عليها، وبالتالي فإن طبيعة التحالفات الجديدة قيد التشكل وحدها يمكن أن تعطي مؤشرات باتجاه ملامح مستقبل اليمن. ويضيف الكاتب يبدو أن كل من التحالف العسكري بقيادة السعودية وقيادة الشرعية من جهة والحوثيين من جهة أخرى يتسابقون من أجل إنشاء تحالفات جديدة تغير المعادلة القائمة في البلاد، وعلى عكس ما هو معروف عن طبيعة العلاقات القائمة على الخصومة بين دولة الإمارات وحزب الإصلاح. التقى ولي عهد أبو ظبي وولي العهد السعودي برئيس الإصلاح محمد اليدومي وأمينه العام عبد الوهاب الأنسي، ما يوحي بوجود مساع سعودية إماراتية للتقارب مع الإصلاح. أما حزب المؤتمر الشعبي العام الذي تمتع لعقود بكونه الحزب الأكبر في اليمن أصبح دون مخالب قوة بعد أن كان يعتمد على الحرس الجمهوري كقوة عسكرية مهابة لحزب حاكم. أما جماعة الحوثيين ورغم قوتها التي ظهرت أخيرا يعتمد مستقبلها على نجاحها في طمأنة الشعب من مخاوف الهيمنة المطلقة وقدرتها على مكافحة الفساد وإعادة الخدمات العامة وصرف مرتبات الموظفين كسلطة. قال تقرير في موقع شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن الصواريخ الإيرانية التي أطلقها الحوثيون تشكل خطرا حقيقيا على المملكة العربية السعودية حليفة الولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أن إيران تنتهك قرارا لمجلس الأمن الدولي يفرض حظرا على وصول الأسلحة إلى اليمن، كما تنتهك أيضا قرارا آخر صادر عن مجلس الأمن الدولي يخرق الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة. يأتي ذلك بعد أيام من محاضرة للسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أشارت فيه إلى أن أدلة اعتبرتها دامغة عن مكونات الصواريخ الإيرانية تم الحصول عليها من المواقع المستهدفة في السعودية وتعرضت لقصف صاروخي من الحوثيين. ومع ذلك وبحسب فوكس نيوز فإن تقديم إيران السلاح للمتمردين الحوثيين يعني أن طهران قد تكون مستعدة لتصعيد النزاع إلى أعلى مستوياته لبناء مخططاتها الإقليمية. وأشار التقرير أيضا إلى أن إيران تريد رفع حدة التدخل في اليمن من خلال بصماتها الواضحة، ومن الواضح أنها قررت استعمال صاروخها البالستي قيام ون للقيام بهذه المهمة، فالصاروخ قادر على استهداف مناطق آهلة بالمدنيين داخل العاصمة الرياض، والإيرانيون اعتقدوا أن وصول هذه الصواريخ للحوثيين سيسهم في ترهيب وردع التحالف الذي تقوده السعودية. وفي الشأن العربي والدولي نطالع في جريدة الحياة مقالا للكاتب حازم صاغية بعنوان أمريكا تتراجع لا أحد يتقدم. ويقول الكاتب: في بيئة الممانعة ضجة عالية الصوت، العدو الأمريكي يتقهقر، حلفاؤنا الروس والصينيون يتقدمون ويملؤون الفراغ الذي يخلفهم كفاء أمريكا.
إذن نحن قاب قوسين من الانتصار. الصحيح في هذا الكلام ليس جديدا، الجديد في هذا الكلام ليس صحيحا. نعم، أمريكا تنكفئ، إنها تفعل ذلك منذ بارك أوباما، خصوصا منذ بدأت تظهر العلامات الأولى على هزائم الثورات العربية. الانكفاء غذى الهزائم، والهزائم غذت الانكفاء. جاء ترامب يعزز هذه الوجهة بالغباء والشعبوية والاعتباط وتحكيم أسوأ ما في أمريكا بأمريكا وبالعالم. ما ليس صحيحا أن الروس والصينيين حلفاؤنا، إنهم يناكفون أمريكا في منطقتنا ومناطق أخرى من العالم كي يصالحوها من موقع أقوى. علاقات البلدين بالخارج وفي عداده إسرائيل لا أثر فيها للأيديولوجية وانحيازاتها. الخطأ الآخر وهو أكبر من سابقه، أن ما من قوة في العالم تغدو عالمية بسبب سلاحها الجوي، كما حال روسيا في سوريا، ولا حتى بسبب اقتصادها القوي وهي حال الصين اليوم. من يغدو عالميا لابد أن يملك إلى جانب الاقتصاد والسلاح سلاحا لا تمتلكه الصين وروسيا راهنا، إنه النموذج الجذاب والمغري. بالنموذج صارت الولايات المتحدة عالمية حاملة إلى العالم قيم الديمقراطية والفردية وما يسايرهما من مظهر وسلوك، واليوم قد تهزم الولايات المتحدة في هذه الساحة أو تلك من دون أن يهزم ذاك النموذج. وفي حالات كثيرة يستخدم النموذج إياه لمحاربة أصحابه الأمريكيين. في الخرطوم صحفية تخضع لمحاكمة لأن مشيتها لم تعجب وكيل نيابة، حيث وكما نقلت صحيفة القدس العربي أجلت محكمة مختصة في الخرطوم محاكمة الصحفية والناشطة الحقوقية وين عمر إلى الأسبوع المقبل، والتي جرى اعتقالها لساعات بتهمة ارتداء زي فاضح. ويني أوقفت في نفس اليوم الذي كانت فيه تتضامن مع 23 فتاة أخرى، حكمنا أمام نفس المحكمة وبنفس التهمة، ومن ثم جرى إطلاق سراحها وخضعت لجلسة محاكمة الاثنين الماضي. وقبيل جلسة اليوم الاثنين انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تسرد خلاله التهمة الموجهة إليها، ودعت خلاله المهتمين لمتابعة جلسات المحكمة. وقالت ويني في مقطع الفيديو في الجلسة السابقة للمحكمة وعند فشل الشاهد إثبات أن الملابس التي كنت أرتديها فاضحة، لجأ إلى البحث عن تهمة أخرى وقال إن مشيتي غير طبيعية. جزائري يحطم تمثال امرأة عارية يعود للحقبة الاستعمارية بمدينة سطيف الجزائرية، حيث وكما نقل موقع الهاف بوست شهدت مدينة سطيف الجزائرية حادثة مفاجئة هزت المدينة، وهي محاولة تحطيم تمثال عين الفوارة من قبل أحد سكان المنطقة. الشرطة بدورها هرعت إلى مكان الواقعة وألقت القبض على الشخص الذي قام بتحطيم التمثال. لينقسم الجزائريون المتتبعون للحادثة بين مستنكر لهذا الفعل واعتباره تخلفا ومحاولة لتدمير فن وتاريخ المنطقة، بل واتهام الفاعل بالتخلف والرجعية ونعته أيضا بالداعشي، وبين مؤيد للفاعل بدعوى أن ذلك التمثال دخيل على الثقافة والتاريخ الجزائريين ويعتبر أحد رموز الاستعمار الفرنسي، والتمثال مناف لتعاليم الدين الإسلامي بحكم أنه يجسد جسم امرأة عارية. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها تمثال لمحاولة تحطيم، ففي عام 1997 تعرض لتفجير بقنبلة يدوية لكنه رمم وأعيد لمكانه، وتكررت المحاولات عام 2006 من قبل شاب قام بواسطة مطرقة بتشويه خدها الأيسر وأنفها. وفي جولتنا المصورة لهذا اليوم صورا من صحيفة الجارديان البريطانية التي نشرت مجموعة صور متنوعة وصفتها بالأفضل، لخصت فيها أبرز أحداث العالم، نتابع بعضا من هذه الصور.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم الآن مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.